طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان في الثاي كان بيبقى فيه كوتينس نيرفز وشرحناهم، وبعدين في السوبرفيشال انجوينال ارتريز، وبعدين في فينز، وبعدين في ليمف نودز. فاحنا دلوقتي كل دول كانوا موجودين في السوبرفيشال فاشي هنا. فاحنا دلوقتي هنتكلم على السوبرفيشال انجوينال ارتريز اللي موجودين في السوبرفيشال الفاشيه بتاع الساين. قال لك في 3 ارتريز، واحد طالع على فوق، واحد رايح للميديال سايد، واحد لاترال سايد. على فكره ده الثاي فخذ، ودي فتحه كده اسمها سافنس اوبننج موجوده في الدي فاشيه بتاع الساين. فبيخرج ارتري على فوق اسمه سوبرفيشال ايبيجاستريك ارتري اهو، وارتري جاي على الميديال سايد رايح للجينيتاليا اسمه سوبرفيشال اكسترنال بودندال ارتري اهو، سوبرفيشال اكسترنال بودندال ارتري راح للجينيتال اورجنز، وارتري راح على اللاترال سايد كده اسمه سوبرفيشال سيركمفليكس الياك ارتري. تعالوا نشوف الصورة دي حلوة بس مش بالالوان، بس برضو باين فيها الارتري. ادي سوبرفيشال ايبيجاستريك طالع على فوق اهو، وادي سوبرفيشال اكسترنال بودندال ده راح للجينيتاليا اهو، يعدي سوبرفيشال سبرماتيك كورد اهو، سوبرفيشال اكسترنال بودندال ارتري، وواحد رايح للاليا كريست بره راح لاترالي اسمه سوبرفيشال سيركمفليكس اليا. طب الارتريز دول كلهم طالعين منين؟ قال لك دول من ديب، يعني طالعين من الفيمورال ارتري، في الحته دي تحت في الفيمورال ارتري مطلع البرانشات دي ماشيه في السوبرفيشال فاشل. يبقى السوبرفيشال انجوينال ارتريز ارتري على الميديال سايد اسمه سوبرفيشال اكسترنال بودندال ارتري، ارتري طالع على فوق سوبرفيشال ايبيجاستريك ارتري، ارتري رايح لاترال سايد اسمه سوبرفيشال سيركمفليكس الياك ارتري. 3 ارتريز دول طالعين من الارتري اللي هو الفيمورال ارتري اللي هنشوفه بعد كده لما نشيل الديب فاشل.